هو في الحقيقة أن إلغاء الحظر الليلي هو بمثابة بشرى للمغاربة، وبمثابة التتويج للحملة الوطنية الناجحة للتلقيح. هذا يدل على أن المغرب يتخذ قراراته بشكل علمي ثم يكيفها بعد ذلك لتستجيب للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية. يدل كذلك على أن الانتقادات التي رأيناها توجه للجنة العلمية في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف من يناهضون التلقيح هي انتقادات واهية، فاللجنة العلمية هي من أوصى برفع هذا الحظر الليلي، وبالتالي لسنا أمام لجنة علمية تريد كما يود أن يصورها البعض أن لجنة سادية يعني تريد أن تقسو على المغاربة، بل هي لجنة تتخذ القرارات. بالمناسبة كل تحية لأعضاء هذه اللجنة من الخبراء والعلماء. هذه مناسبة لكي نحيي أعضاء هذه اللجنة التي تعمل ليل نهار لصالح يعني مواجهة هذا الوباء بالشكل الأنجع والمثالي. هذا سيمكن من تخفيف الضغط النفسي على المغاربة ويعطيهم فسحة للتفكير فيما يخص مسألة التلقيح، ويجعلهم يطلون على الحياة الطبيعية التي افتقدناها، وربما يكون هذا القرار حافزا لمن لا زالوا مترددين في الذهاب لمراكز التلقيح لكي يحسموا أمرهم ويقرروا تلقي الجرعة الأولى من اللقاح. طيب. رفع حظر التجوال الليلي لا يعني العودة إلى الحياة الطبيعية، ما زالت أمامنا أشواط أخرى إضافية، لا يعني أن الحافلات ستعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، أن المطاعم لن تقفل بعد 11 ليلا، هو يعني فقط أننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن يجب دائما دعم كل هذه المجهودات بمجهود فردي يبذله كل مغربي مغربي من أجل الانضمام إلى المناعة الجماعية. إذن هذه هي دلالات هذا القرار.